أما الآن فنرحب بالأستاذ فيصل الأنصاري، مدير إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها بوزارة التجارة. حياك الله فيصل. حياك الله، أهلا فيك. حياك الله، أهلا فيك. يمكن قبل شوي شفنا مع بعض الإحصائية وذكرناها 24365 جولة تفتيش. من الإحصائية يمكن كان في هناك 99 إغلاق، راح أتكلم تفاصيل أكثر معاك، لكن في البداية دوركم مهامكم كإدارة الرقابة والتفتيش في وزارة التجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا إدارة الرقابة التجارية تعتبر هي صمام الأمان للمستهلك، وهي تقوم بعمل جولات تفتيشية يوميا على مدار الأسبوع من أجل الحد من القش التجاري لبعض الشركات وأخذ الشكاوي وحلها. نعم، ويمكن ذكرنا قبل شوي وشفنا مع بعض جولاتكم، يمكن كان في من ضمن التقرير ايضا اتحاد الجمعيات اللي يقومون مشكورين كذلك بمتابعه الاسعار، لكن العدد كبير، يمكن عدد الجولات 24365 هذا من 1/1/1 الى امس، يعني ليوم امس. نعم. وعدد الاغلاقات ايضا كذلك 99 اغلاق. كم عدد المحلات اللي اصدر فيها الاغلاق؟ 99 فقط هذيلا ليوم. نعم. امس. اي نعم. والاسباب؟ الاسباب تتنوع، يعني يكون من خلال قش تجاري، من خلال شكاوي، من خلال عدم الالتزام بالعقد، امور وايده كثيره عندنا بالقانون يعني. نعم، ايضا موضوع اخر اخوي فيصل، يمكن ودنا ناخذ صحه هذه المعلومه منك. ما يتداول عن ان اسعار بعض المواد الاستهلاكيه ومواد البناء كذلك اعلى منها. نعم. احنا بالكويت اعلى من الدول المجاوره عندنا. لا الحمد، احنا يعني من سالفه ظهور مناطق سكنيه شكلنا فريق لرصد المواد البناء، ولله الحمد من شهرين وقاعد نتابع الاسعار وقاعد ندخلها بالنظام. الحين لمسنا من خلال الرصد الاخير ان في نزول بالاسعار لله الحمد، يعني الحديد والبناء وغيره من المواد الانشائيه، خصوصا الحديد يمكن قبل فتره. نعم. ارتفع سعر. لكن الحمد لله رد الى استقراره الحين. رد الى استقرار. نعم. هذا فيما يخص الحديد، لكن في مواد اخرى، وانت عارف اخوي فيصل ان الفتره القادمه الكل عنده بنيان. إيه في. نعم. مناطق جديده قاعد تطلع والناس تبي تبني، فيحاتون من سالفه زياده الاسعار. لا بالعكس، لله الحمد احنا بدوله الكويت لله الحمد، يعني احنا الدوله تقوم بدعم البناء من البدايه للنهايه. نعم. لتوفير السكن الحكومي حق. نعم. المواطن. فالحديد، الطابور، الاسمنت، هذا كله مدعوم وايضا انتم تتابعون اسعاره في حال. نعم. ارتفاع، في ارتفاع نكون احنا نتدخل فيها، بحيث انه بعمل مخالفه للبعض التجار، يعني يكون ارتفاع غير مبرر فنقوم في مخالفته ان شاء الله. حلو. ايضا وزاره التجاره يمكن وضعت قانون تحد من ارتفاع اسعار مواد البناء مثل ما ذكرت. نعم. شو اللي حصل فيما يخص المواد الغذائيه؟ هم احنا دورنا كإدارة جهاز الأسعار مستمرين بجولات يعني يومية وشهريا، هم متابعة الأسعار، وعندنا احنا فرق حتى قبل شهر رمضان نقوم بالتوزيع قبل بدء شهر رمضان برصد الأسعار وتعهد على الشركات بالالتزام بالأسعار قبل وبعد رمضان. أحيانا يمكن يعني هم التاجر يكون المواد اللي هو قاعد يجيبها ارتفع سعرها من المصدر. اي نعم. فهو يضطر مرات انه ايضا هو هم يرفع سعره، فتراعون هذه الامور. إيه اكيد في مراعاه، يعني يكون احنا في يكون يقدم ما يثبت لنا ان في ارتفاع، وهو في ارتفاع عالمي، في ارتفاع عالمي. يعني خصوصا الفتره. إيه نعم. الماضيه مع ازمه كورونا. اي نعم، فاحنا نقدر هالامور، وبالاخير هاي حق ثقافه المستهلك، يعني يكون اذا مش ضروره تاخذ، في منتج اخر تقدر تاخذ. صحيح. اي نعم. وانتم تتابعون جميع المنتجات وجميع الاسعار وتحدون من. وهم اذا ما الله خير هم اتحاد الجمعيات التعاونيه، في احنا ربط معاهم في تعاون بينكم وبين اتحاد. اي نعم، في عندنا لجان مشتركه معاهم بحيث انه يكون استقرار السلع للمواطن. جميل جدا. ايضا فيما يتعلق بقرب عوده المدارس. اي نعم. كنا ان شاء الله الفتره القادمه. صح. عوده الطلبه الى المدارس مره اخرى، والناس تبي ترجع مره ثانيه للأسواق التجارية. نعم. لشراء المستلزمات المدرسية، الكتب، الدفاتر وغيرها، حتى الملابس كذلك. احنا هم بعد بدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع احنا عندنا خطة نرفعها للمسؤولين
للمواسم يعني متابعين للمواسم، يعني مثل الحين خطة عودة المدارس عندنا احنا من العام هم رصد للايباد واللابتوب حساس يكون عارفين الاسعار وعندنا مستندات عنها، فنحب نطمن المستهلك ان احنا وزارة التجارة متابعين للسوق سواء كان رجوع للدراسة الاونلاين او الامور ترجع لطبيعتها. جميل جدا. في حال المستهلك راح سوق وشاف وحسب أنه والله السلعة الفلانية سعرها مبالغ فيها وسعرها بزيادة، شنو اللي ممكن يسويه؟ ما عليه اللي يتقدم حق مراكزنا اللي هم عددها 21 منتشرة على أنحاء دولة الكويت، ويقدم شكوى ويتأكدوا منها المفتشين ويأخذون إجراء فيها إن شاء الله. ويأخذون الإجراء. حلو. ايضا انا يعني ما شاء الله عليكم انجازاتكم كثيره اخوي فيصل، ودي اتكلم عن انجازات اداره الجهاز الفني للاشراف على السلع للحفاظ على استقرار الاسعار. احنا لله الحمد الحين يعني قربنا الانتهاء من وضع برنامج لمتابعه ورصد الاسعار، نقول نبدي بالاسعار المواد الغذائيه، يعني قربنا الانتهاء ان شاء الله راح هالاسابيع الجايه راح ان شاء الله ننطلق بال انطلاق البرنامج رصد الاسعار، فهذه احدى الانجازات حق الاداره ان شاء الله، وهم يساهم ويساعد المفتش بالتاكد من الارتفاع او نزول الاسعار. عساكم على القوه، يعطيك العافيه انت وكل العاملين في وزاره التجاره اللي دائما تسعون على الحفاظ على الاسعار واستقرارها، وهذا ينعكس على المستهلك في النهايه. فشكر لكم. هل من كلمه اخيره اخوي فيصل؟ كلمه اخيره، اي مستهلك يحاول التواصل مع وزاره التجاره ما عليه الاتصال على الخط الساخن 135 او عن طريق الواتساب اللي هو 55 135 135. مرة ثانية نذكر الرقم، الخط الساخن 135 أو عن طريق الواتساب اللي هو 55 135 135، أو التوجه إلى مراكزنا المنتشرة في أنحاء دولة الكويت. عساكم على القوة. كل شكر للأستاذ فيصل الأنصاري مدير إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها بوزارة التجارة. لا شك عزيزي المشاهد أن الأم لها دور رئيسي في تنشئة الأولاد والأبناء، وصلاح الأبناء من صلاح الأم. الأم الكويتية ودورها في تهيئة الأطفال والأبناء للمدارس هو دور حيوي، خصوصا وإحنا مقبلين على خطة العودة الآمنة إن شاء الله للمدارس مطلع العام الدراسي الجديد 2021-2022، واللي راح تكون وفق نظام العودة الشاملة المرتبطة.